Bonjour, vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube Nadalek Vlogs. Anani ma kayna Anfa Park. J'ai باش نلعب انورين بروتينات و جاي aussi باش نعطيكم des informations concernant هاد الحديقه اولا هاد البارك. قبل ما نبدا لا فيديو ديالي ما تنساش دير سبسكرايب الى باقي ما تابونيتيش في لاشين ديالي وتورك على الجرس باش يوصلك كل جديد وما تنساش ايضا تخلي ان غران بوس بلو و ان بون كومونتير باش يشجعني وباش ندير دي فيديو اكثر. دابور كيفاش حتى اكتشفنا هاد البارك؟ دابا حنا كنا غاديين العين دياب ومن بعد بانوا لنا لي جون كيخرجوا من هنا، ما فهمناش علاش لي جون كيخرجوا من هنا حتى بان لينا هاد السميه ديال هاد البارك واللي هو انفا بارك، كتلفني مع انفا بليس واللي هو انفا بارك. ومن بعد مشيت للدار وقلبت عليه في جوجل ومن بعد شفت لي فوتو وشفت هادو بزاف ديال الخصائص فيها بزاف ديال الحوايج فيها تماك زوينين، من بعد حلفت ندير فيديو نجي لهنا نوريكم كل شيء اللي كاين في هاد البارك ونصحكم واش تجيو ليه ولا لا، هادي المهم. ايوا يلا نبداو باول معلومه واللي هي تفتحات تحلات هاد الحديقه واللي هي انفا بارك في الحي الحسني والنهار اللي هو لو ميركودي 11 مارس 2020. فانفا بارك كيحل الابواب ديالو مع 6 ديال الصباح وما كيسالي حتى 8 ديال العشيه. غادي تسالوا تقولوا علاش كيحلوا مع 6 ديال الصباح بكري؟ كيحلوا مع 6 ديال الصباح حيت كاينين هنا دي ماتيريو دو سبور، كاينين دي جون كيجيو هنا الصباح كيستافدوا من هاد لي ماتيريو كيديروا ان بو دو سبور عاد باش كيمشيو للخدمه ديالهم، يعني مع 6 فاش كيمشيو الا كانت مثلا خدمه قريبه من انفا اسمها انفا بارك، الا كانت زعما الخدمه قريبه لانفا بارك ممكن يجيو مع 6 ديال الصباح يديروا سبور ومن بعد يمشيو للخدمه ديالهم. المساحه الاجماليه ديال هذا البارك هي 50 هكتار ويلا تنجزت منها لا بروميير ترونش واللي فيها 18 هكتار هي اللي كتشوفوها دابا. لاكسي او الدخول لهذا البارك هو مجاني تماما، غير كاينين واحد القواعد صارمه اللي خاص يلتزم بها الزوار ديال هذا البارك. كاينه اون لونغ ليست خصو يحترموها الناس اللي كيدخلوا لهذا البارك واللي هما كاينين شي واحد اللي عارفهم فاش دخلت لهذا البارك واللي هما البالون حنا جبنا البالون ديال ريان ومنعونا اننا نديوه، وايضا سكيبورد شفنا شي اشخاص اللي كيحطوا سكيبورد عندهم وكيعطيهم واحد لافوي فاش كيبغيو يخرجوا كيرجعوا لهم السكيبورد كياخذوا الورقه او ما عرفتش كيلوحها ولا لا. وايضا الاجهزه اللي كيخدموا اللي كيكونوا فيهم المحركات من غير استثناء الكراسي ديال ذوي الاحتياجات الخاصه. وايضا ممنوع يدخلوا الالات الموسيقيه الكبار ويطلقوا الموسيقى بجد، عدم ادخال المخدرات واستهلاك المواد الكحوليه. فكيف ما قلت لكم لائحه القوانين اللي خاص زوار هذا البارك يلتزموا بها طويله وممكن تلقاوها في المدخل الرئيسي ديال البارك في لائحه القانون الداخلي. واي واحد دخل هذا البارك كيعني انه موافق باش يلتزم بهذه القوانين اللي مديورين من اجل سلامه وراحه الزوار. فهاد البارك كنلقاو فضاء للمعدات الرياضية، ألعاب للأطفال، فضاء للتزلج، فضاء للكرة الحديدية، مسار رياضي، لوحة ألعاب إلكترونية وفضاء للعرض. وكنلقاو مقهى ومطعم ودي كيوسك ديال المثلجات والفواكه الجافة. وبالنسبة للساحات كنلقاو الساحة الكبرى الشمالية، باحة خطوط السباق، الساحة 21 وساحة العروض. كيف ما كنلقاو مراحيض وقناة الماء ونافورة. رجال أمن كيستعملوا دراجات هوائية ودراجات كهربائية باش يتنقلوا بين مختلف مناطق المنتزه بسرعة أكبر. وفي هذه الحديقة كاينين خصائص جديدة اللي ما كاينينش في الحدائق الآخرين. كاين هنا كراسي اللي كيكونوا فيهم بريزات ديال الضوء اللي كيخدموا في الطاقه الشمسيه، وايضا كاين الوي في فابور. هاد البلاصه اللي كتشوفوا هنا مخصصه للشباب اللي كيمارسوا رياضه التزلج بسكيبورد. فكيف ما كتشوفوا هنا حابسينها بور لو مومون بسبب تفشي وباء كورونا. نفس الشيء كينطبق على هاد لا زون اللي مخصصه للاطفال الصغار. ريان كان بغى يلعب هنا ساعه فاش لقى هاد البلاصه مسدوده تقلق لينا وبرك وصافي تهبش لينا وضاع عليه النهار، ولكن معنا ما نديرو ليه، هادو هما القواعد اللي خصنا نلتزمو بهم. ف
فاحنا جينا العشيه وما بقاش لنا الوقت اننا نصوروا البارك كامل، صورت غير جزء منه، ولكن وعد وعد مني انني غادي ندير جزء ثاني على هذا البارك ونفيلمي لكم ان شاء الله كل شيء في فيديو جديد ان شاء الله. ومن الاسباب اللي ما خلاتنيش نمشي لبلايص اخرين هي ان كاين البرد برد بزاف، انا كنت معوله على هذا البرد وجبت خيكو ديالي مي ريان ما كانش كاع معول لا ماما لا بابا، ريان جاب توني ديالو يداد هو الشور ديالو فرحان به، وانا جيت بواحد خيكو ولكن عطيتو ريان باش عارف عزيز عليا ريان، عطيتو ليه لانه سنسيبل بزاف. فبما انني الاخت الكبيره ضحيت براسي عطيت التريكو ديالي على قبل هذا البرد حيت هو غادي مرض دغيا اون فوا غادي يوصل للدار ضروري خصنا نعطيو الدواء باش ما يمرضش لينا. حنا دابا في الطريق لا سورتي مشينا يلاه كنا غادي نوحد الطريق من هنا ولقينا مسدوده، حنا دابا درنا ندورو مشينا طريق واحده اخرى. فالى عجبك الفيديو ديالي ما تنساش دير لايك سبسكرايب وتبارك على الجرس باش يوصلك كل جديد. غوفا جو فوزام يا لا بروشين فيديو. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.